أنا مع تدريس الدين فيما يخص العبادات فقط. نعم. بس زي تصلي، زي تصوم، زي تزكي. لكن أنا ضد دراسة الدين في المدارس حين يكون المخرج له صلة بالقيم الأخلاقية. لأنه أنا عندي مشكلة أنه في كثير من الأحيان تدريس الدين يحف كثيرا في القيم الإنسانية المتعارف عليها الآن، يهدمها وينقضها في كثير من الأحيان. أنا مش بقول الدين كدين، ولا بقول فيما وضعه العلماء عن الدين، ولا فيما وضعه البشر في الدين. أنا بقول عن ما هو موجود. حين تتحدث عن أنه دم المسلم أغلى من دم الكافر أو دم غير المسلم، فأنت هنا بتنقض مبدأ المساواة. وده موجود في المناهج التعليمية. في المناهج التعليمية، أنا بقول في المنهج الديني عموما، لأنه المدرس اللي بيدرس بيجور في هذه المسألة. وروح أنا عندي دليل على ذلك من كتاب في خمسة ابتدائي. تمام. لما أنت تقول إنه لا شهادة للكافر على المسلم، يبقى أنت هدمت قاعدة قانونية مهمة جدا. لما أنت بتقول إنه لا يقتل المسلم بكافر، أو لا يقتل المسلم بكافر، يبقى أنت هدمت قاعدة قانونية وقاعدة العدل. لما أنت تقول إنه الولاء والبراء مقدم على الكفاءة، يبقى أنت بتهدم مبدأ أساسي العدالة في العدالة والمساواة مع البشر. ودول موجودين فين بقى يا أستاذ عادل؟ يعني عشان احنا بنتكلم في التدريس في الأزهر، وموجودين مش موجودين بصورة كافية في التدريس الابتدائي والإعدادي. انت كمان عايز توصل للأزهر؟ طب الأزهر مؤسسة دينية، والتعليم تعليم ديني. ما هو في النهاية بيطلع لي ضابط شرطة، وبيطلع لي قاضي، وبيطلع لي محامي، وبيطلع لي وكيل نيابة، مكون على هذا الشكل. لن ننسى على الإطلاق إنه في بواكير الإنسان الأولى في المدارس بيتشكل عقل الطفل الصغير ده. فبيتشكل بصورة فيها نوع من التمييز. وأنا حد لحضرتك مثال في كتاب خمسة ابتدائي اللي بيدرس في المدرسة في التربية الدينية، في التربية الدينية الإسلامية. ده الكتاب اللي بيدرس، الكتاب اللي بيدرس لطفل عنده 10 سنين. سنة كام يا فندم؟ 2021. 2021. بيقول إيه بقى يا فندم؟ بيقول يا فندم، بيديني إنه مثال على أم الشهداء الخنساء بنت عمرو، وكان لها أخ اسمه صخرا قد صحيح. مات قبل في الجاهلية. شوف بقى لما الأربع أولاد ماتوا في حرب القادسية، قالت لهم إيه؟ أبناء الخنساء. أبناء الخنساء. بتقول لهم وجندت أبناء الأربعة للجهاد. خلي بالك بقى، العيل الصغير بقى بدأ ياخد فكرة عن الجهاد في سبيل الله. وأوصتهم بكلمات كتبت بحروف من نور، فقالت لهم: يا بني، أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إله إلا هو أنكم بنو امرأة واحدة، وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. ومعترض على إيه في ده؟ معترض على إيه؟ أنا معترض على إنه بترسخ لدى الطفل الصغير فكرة الجهاد بشكل أنت شايفه إنه جهاد ضد الكافرين. أي استناني لحظة. تمام. من هم الكافرون؟ هو أنا السؤال هيبدأ النقطة في البناء الهندسي وفي بناء شخصية الطفل الصغير تبدأ عند فكرة الجهاد وفكرة الكافر. لأنه الأئمة الأربعة اتفقوا على أن الكافر من على غير ملة الإسلام. إذن معناها أن الطفل الصغير لما تشكل عنده أن الدار الباقية خير من الدار الفانية، أنت رسخت في ذهن الطفل الصغير ذو 10 سنوات أن هذه الدنيا فانية والدار الباقية هي الأفضل وهي الآخرة. ورسخت. هي مش دي الحقيقة؟ ما انا مش عايز فكر الطفل الصغير ده ياخد المنهج ده، يفجر نفسه مثلا. هو البطل شيء شرح شايفه. المعنى والتفسير للقصة. طب اكمل. طب كمل ونسمع الدكتورة. انا فكرة الكافر هنا بتؤرقني. نعم. لانه من هو الكافر ومين اللي هيفسرها للطفل، ومين اللي هيفسرها للطفل؟ والطفل لما ياخد في ذهنه فكرة الكافر وهو عنده 10 سنين، وبعدين هو في 15 سنة أو في 20 سنة هيتساءل ما هو الكافر، هيقوله أن المذاهب الأربعة قد اتفقت على أن الكافر هو من على غير ملة الإسلام. هتبقى مشكلة، لأنه جنبه ولد مسيحي بقى كافر.
انا مش عايز ارسخ في 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 عقل هذا الطفل الصغير لا حديث عن الكافر ولا حديث عن الجهاد، ورسخ في ذهن الطفل الصغير ان الجهاد هو فقط الجهاد في تحصيل العلم، الجهاد في حب الاخر، الجهاد في ترسيخ فكرة السلام، الجهاد في ترسيخ فكرة النظافة. طب وفي حالة الحرب وفي حالة رد العدوان في جهاد النفس كمان عن النفس. انا لا ادافع عن الدين، انا ادافع عن الوطن وعن الدين. اذا ديني تعرض لاعتداء كيف ادافع عن الدين؟ زي ما ديننا قال ازاي. انا عايز بقى مثال كيف لي انا كمسلم وابني اقول ادافع عن الدين. داعش بتدافع عن الدين، الحوثيون يدافعون عن الدين، التحالف يدافع عن الدين، جبهة النصرة تدافع عن الدين، الشيعة يدافعون عن الدين. الولد اللي راح في نيس ودبح الناس دول ودهس الناس كان بيدافع عن الدين. طب بص استاذ عادل، دخلتنا في نقطة غاية في الخطورة وشائكة. قبل ما ندخل في النقطة دي نشوف الدكتورة ميسة الأول تعليقها على مقيمة.